بعضمة لسانه. شوط في الأهلي تاكل ملبن. ده بمناسبة المولد ولا إيه؟ طبعا كل سنة والأمة الإسلامية والعربية في أي مكان، الإفريقية الآسيوية والأوروبية واللاتينية بخير وسلام، وربنا يعدي الهجمة الشرسة على ديننا من كل الأطراف بما فيها من هم جزء من المنتمين إلى هذه التيارات. ولكن الشر الأكبر لما يعتدى عليك وعلى نبيك ورمزك وقدوتك بدعوى حرية التعبير، لأن بمقياس حرية التعبير لو حد اعتدى عليهم وعلى قيادتهم بهذه المعايير ما كانش هينجوا من العقاب. حرية التعبير ليس الإساءة للغير، احترام المشاعر. والحمد لله أن كثيرا من غير المسلمين يندهشوا جدا من هذه المواقف الغير مبررة بدعوى حرية التعبير. صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. مهندس عدلي بينقلنا من حالة لحالة، ما ينفعش واحنا في الحالة دي واحنا بنتكلم نسمع رأي سلبي جدا المرة دي من أحمد عيد عبد الملك مع هاني حتحوت، نشوفه لأنه كلام محتاج مناقشة. هتكلم في حاجة بسيطة جدا بتحصل، وبتحصل على القناة هنا وعلى قناة اون سبورت. عاملين هاشتاج التسعة أهلي. فين ده؟ في الناس كلها يا كابتن. لا، خبر عن الأهلي بيتحط عن معاه هاشتاج التسعة أهلي، خبر عن الزمالك هيتحط معاه هاشتاج التسعة أهلي. لا، ما فيش، أنا شفتش حاجة عن الزمالك. أقول لك ليه؟ عشان الهاشتاج ده بيوصل للجمهور اللي بيتفاعل معاه، فلو خبر عن الزمالك هتلاقي انا عارف اصلا اتعملت معاه. ما هو ما فيش فين الاخبار اللي عن اولا انا مش احنا ما شفناش الزمالك. انا هقول لك ما شفناش خالص. كنا زملائي في السوشيال ميديا بعتوا لي كذا سكرين شوت. تمام، عايز ازيهم لك زي ماشي. جاهزين معانا زملائي الاعزاء، يلا بينا لكلام لهاشتاجات كانوا هم حطوها واحنا بنتكلم على الزمالك اهو. مقدمه لهاني حتحوت بعد فوز الزمالك المثير على الرجاء المغربي في عقر داره. الهاشتاج اللي تحت ده ايه؟ اخر واحد افريقيا زمالك. تمام، ادي واحد. هاني حتحوت على الزمالك الحاضر رغم الفوز بهدف، وان شاء الله نهائي مصري بين الاهلي والزمالك. اخر هاشتاج ده ايه؟ افريقيا زمالك. تمام. لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على الرجاء امام غرفه فرجاني ساسي المعزول بسبب كورونا. اخر هاشتاج ده ايه؟ صدى البلد. لا، اخر واحد اللي بعده. شايف بعيد. افريقيا زمالك. فبالتالي يعني الموضوع مش 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 الكل بيتآمر اعلاميا حتى على الزمالك. انا بتكلم في الوقت ده ليه بالذات يعني. طيب، هو في الحالات اللي زي دي لو في خطأ حصل وفي عقوبه على الخطأ ما بتلومش انه ليه العقوبه اتعملت دلوقتي؟ ايوه ماشي، كنت تلوم العقوبه الغلط نفسه مش كده؟ انا فاهم. او لو على النادي الاهلي المواضيع دي كلها مش هتبقى موجوده. انا بتكلم بصراحه. لو ليه؟ هل انت شفت شتيمه مثلا حصلت وما تعاقبش اللي شتم؟ شفت حاجات كتير حصلت في النادي الاهلي. زي ايه؟ حاجات عايز اسمعها منك عشان اشوف النادي الاهلي حصل تحذير. لا، ما في تحذير. بس ما توقفتش قناه الزمالك يعني، ولا توقفت قناه الاهلي ولا الزمالك، حذر الطرفان فاكر؟ يعني ما طلعش عقوبه على الزمالك ومش ما فيش عقوبه على الاهلي، ما طلعش عقوبه على الاثنين. بس كانت في المستخبي والناس ما كانش في سوشيال ميديا. ما هو اصل النظره للقصه بان هي مؤامره. ما هو مؤامره ده لو ما كانش فيه غلط. انت نفسك معترف ان فيه غلط. ايوه ماشي، انا بكلمك انت بتكلمني في حته مؤامره. زعلت من خساره بيراميدز؟ اكيد. يعني شوبير الوحش بيدافع عن النادي الاهلي، ده اللي بنتكلم عليه. كل ما تهم حد يتكلم على الاهلي وكانها جريمه. اعتاد الاعلام خلاص ان يبقى كله ملون بلون واحد ضد الاهلي. ضد الاهلي لازم يكون كده. لو قلت كلمه كويسه على الاهلي اسم امسك. يعني السيطره المطلقه، السيطره ال 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 الطاغيه الغالبه عايزينها تبقى مطلقه. الاستاذ هاني حتوت يقول له ايه؟ يقول اصلا مؤامره، ولما بيشاد بالاهلي ما بيجي الاهلي بيغلط ما بيتحاسبش. ما بيتحاسبش. طب قول لي مثال. يقول له لا لا اصل مش عارف هي كده. يعني لا، في مؤامره يعني. يعني الحقيقه شوف، الاستاذ هاني حتحوت شاطر لازم اعترف بهذا، مهني، يستطيع ان يكون مهنيا، وانا قلت له كده في مكالمه تليفونيه لعلك تكون سمعتها، ولكن احيانا ما بيحبش يسمع الحقيقه لانها ممكن ما بترضوش هو في جانب منها، ولكن هو عنده قدره. عنده قدره. مهني. عنده مهني. بيكون في اغلب الاحيان عادلا الا لما بتمس قناعته في حاجه كده بيقفل شويه، لكن لازم يصنف ويحايق، لان الحوار اللي دار بينه وبين
الكابتن هاتلي 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 مره الاهلي او مسؤول في الاهلي غلط، كان نموذج للمحاور المحايد. قال له يعني انت في الاخر عايز حد يغلط وما تحاسبش على غلطه، وتلوم المحاسب على الخطا ولا تلوم صاحب الخطا؟ ما هو لولا الخطا ما كانش في حساب. بالظبط. يقول له بس الاهلي ما بتعملش كده، يقول له يا سيدي هات لي حاجه، هات لي مسؤول في الاهلي تجاوز وغلط وما تحاسبش. ولما جم يحاسبوا الاعلام هنا والاعلام هنا، حذروا ده وحذروا ده، ما فيش حاجه اسمها. صحيح. يعني يبقى الالتزام هو الواجب والضروره.